السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. أكل جميل، كوسة، صينية كوسة جميلة جدا 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 جدا، وهتعملوها بإذن الله. وفينا زبادي معمولة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. أهو شوفوا يا جماعة الزبادي، أهو شايف، شايف الزبادي، شايفين يا جماعة، أهو أهو أدي الزبادي. هتخشوا تلاقوها في الفيديو طبعا، يعني ده زبادي احترافية. أهو باينه هنا اهو يا جماعه، اهو بالصلاه على النبي، حاجه عظيمه عظيمه جدا. الزبادي ورز اللي بقعريه، اهو الرز اللي بقعريه، اهو اهو بتاع اللي انا بحبه جدا. خلاص، وهنا خضار، حاجات اهي جميله، بصل، وباين عندكم في الصوره ان شاء الله. وانا عاوزكم، انا عاوزكم تخشوا تشوفوا الفيديو ده بصوا ما تفوتش منه ثانيه عشان ما تتوهش. دول يجا كذا حاجة معمولة في الفيديو عشان ما تتهوش مني، وانا بنحاول بقدر الامكان ان انا اعرف اوصل لكم المعلومات مظبوطة. الطبق ده قمر، طبق البيض ده قمر قمر قمر، معمول طبعا فضل شوية حليب بالبيض، قمت مزود بطين وعامله بالطريقة الجميلة ديت، وصلته على النبي، صلوا على النبي كده علشان ايه يبقى نهاركم ابيض. وتقولوا لي ايه رايكم في التصوير الايام دي، ونعتمد على الله. بس انا هبدا بصابع الموز ده، لان انا حاسس ان انا رحت فين في دوك زي ما بقول. نبدا كده، تخش تشوف الموز، شوف الفيديو، شوف الفيديو على ما اكمل ايه، على ما اكمل اكل صابع الموز ده. بسم الله. انا يا جماعه احنا دي بدايه الفيديو اهوت، المفروض هنشوف الحاجات الجميله دي. الزبادي طبعا هتشوفوها بتتعمل ازاي، روعه روعه ما شاء الله، حاجه حاجه عظيمه عظيمه عظيمه. اهو وهنا البيض، البيض اهوت، وهنا رز ما شاء الله عليه، وهنا الكوسه، طبق الكوسه، وهنا موز، موز افندي، ربنا يديمها على نعمه وحفظها من الزوال. تشوفوا الفيديو ان شاء الله دلوقتي، هتشوف الفيديو وتشيروه يا جماعه، وشوفوا الفيديو كامل عشان تستفادوا منه ان شاء الله. الف هنا وشفه، وشوفكم بخير باذن الله. خليكم بقى ندخل بقى نكمل الفيديو. دول 2 كيلو لبن يا جماعه من عند اللبان عادي، وهنغليهم. علبتين زبادي همت يا جماعه من الكبار اللي هم المراعي دول، انتوا عارفينهم كلهم، كل الناس عارفاهم. علبتين الزبادي دول هنفكهم ونحطهم في البوله ديت، ونجهزهم يبقوا ايه، الخميرة. خليكم معانا، هنقلب كده الزبادي كده، قلب كده يا جماعه، نخليها تبقى سايله يعني عشان تعرف تمتزج مع الحليب يعني. قلب كده زي ما انتم شايفين كده، نقلب كده يا جماعه، نقلب خالص لغايه ما تبقى زي الحليب بالظبط، هتبقى زي اللبن الرائب، زي اللبن الغايب اللي بنشتريه في العلب ده. شوف يا جماعه، هو غلى اهوت، واحنا هدينا عليه النار عشان يعني يتغلى، هي لو في ميكروبات او حاجه تموت. وبعدين هنهد عليه النار بعد كده، هو بيغلي اهوت، هنهد عليه النار وهنشوف هنعمل فيه بعد كده. حطيناه كده يا جماعه في الصينيه دي، ونحط ميه ساقعه اهو. خلاص كده يا جماعه، سيبناه في الميه كده لغايه ما ايه، لغايه ما يبرد، او يعني بارد يعني. شوف خلاص يا جماعه بيرد اهوت، بالصلاه على النبي كده بيرد في الميه، زي ايه، زي ما يكون زي ميه الحنفيه في الصيف كده. هنخش كده بنجيب بقى الزبادي اللي احنا اللي هم العلبتين الزبادي، نحطهم بقى بالراحه بالطريقه اللي هتشوفها دلوقتي. نقلب كده، بنحط الزبادي اهوت يا جماعه اهو، نقلب بقى كده يا جماعه نقلب كده تقليب كويس، تقليب كويس عشان يتمزج مع بعضه باذن الله وتنجح معاك باذن الله. نلف شويه، احنا بقالنا 5 دقايق كده بنلف، 5 دقايق كده بنقلب كده. هنبدا بقى نعبي الكوبايات الجميله دي يا جماعه، هنبدا نعبيه، هنبدا نعبي بقى كده يا جماعه اهو، نبدا نعبي بالصلاه على النبي. شوفوا يا جماعه الخير، بالصلاه على النبي كده، بالصلاه على النبي، هنملى دي ميه، نملى دي ميه سخنه زي كنا بنعمل كريم، كريم كراميل كده ماشي. هنملى الصينيه ديت ميه كده يعني لغايه هنا كده، وبعدين نكون مسخنين الفرن. احنا مسخنين الفرن دلوقتي، مسخنينه 10 دقايق، مسخنينه 10 دقايق، وبعدين نطفيه خالص، ما تسيبوش والع، ما تسيبش الفرن والع، نقوم طافيين الفرن خالص، وبعدين نسيبه، نقوم حاطينهم بقى 4 ساعات، وبعد الـ4 ساعات نحطهم في الثلاجه على طول.
الف هنا وشفاء على قلبك، وهتكره الزبادي ما حصلتش. الميه بالشكل ده يا جماعه، ميه سخنه اهي اهوت، ونكمل يعني نخليها لنصها كده. شوفوا يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، الزبادي اهيت عسل عسل عسل. حطيناها زي ما قلنا في الفرن 4 ساعات، وبعدين شلناها وحطيناها في الايه في الثلاجه. وخلي بالكم برضو موضوع الاربع ساعات ده حسب الجو، يعني الجو لو برد ممكن تسيبها اكتر من كده، ساعتين كمان زياده او 3 ساعات او 3 ساعات زياده، يبقوا 7 ساعات مس، هتظبط معاك قوي. شوفوا منظرها ما شاء الله قمر، شوفوا 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 الكواليتي بتاعها. اللهم اللي بيخلص حاجه كده مش هتقلب باذن الله. اه شايفين حاجه عالي العالي، اللهم صل على سيدنا محمد، والف هنا وشفاء على قلبكم، واعملوا الفيديو ان شاء الله هتتبسطوا منه باذن الله. بسم الله ما شاء الله. كده يا جماعه. بشرنا اهو يا جماعه ما شاء الله، الكوسه بشرناها بالشكل ده، شايفين شايف صلى على النبي زي القمر. كوسه وجبه جميله قوي يا جماعه وصحيه جدا، كتروا منها يعني، بس هي المشكله انها ملهاش طعم. خليكم معانا اما نكمل الشغل يا جماعه، شوف هنعمل ايه. شويه زيت كده يا جماعه، 3 معالق زيت، معلقه توم كبيره، يجي 5 فصوص توم كده، 7 8 فصوص توم كده يا جماعه، حطيناهم اهو مش 5، شوية حلوين يعني. نحط الحاجات دي، مكعب مرق، ملح، فلفل اسود، ده كمون ولا فلفل اسود؟ فلفل اسود، سكر، ثوم مكعب. حطينا المكعب اهو يا جماعة، نقلب على طول عشان الثوم ما يتحرقش يا جماعة، خلي بالكم خلي بالكم يا جماعة. الثوم بيتحرق، تحط على طول بقى الشغل اللي بعد. نبدأ بقى بالكوسة اللي احنا بنشرمها، اهو نزلنا بالكوسة. اللي ما بياكلش الكوسة هياكلها ان شاء الله من الفخامه اللي فيها دي. حطينا شويه توم كمان يا جماعه، لان التوم ده اللي بيخلينا، لان الكوسه كتير ما شاء الله يعني. يبقى التوم حطينا يجي راس توم يا جماعه، علشان لان الكوسه مالهاش ريحه زي ما انتم عارفين. نحط البهارات اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. نقلب بقى كده زي ما انتم شايفين كده، الصلاه على النبي. نقلب بقى كده يا جماعه، الصلاه على النبي. نقلب كده لغايه، هسيبها بقى شويه كده لغايه ما تنزل ميتها. دول 7 بيضات يا جماعه، خليكم معانا، 6 بيضات يا جماعه مش 7. رشه فلفل اسود، طبعا الفلفل الاسود بيحوش الزفره يا جماعه اللي في البيض، ولما تكون الحاجه مسكره بنحط الفانيليا عشان تحوش الزفره بتاع البيض. نص معلقه سكر كده يا جماعه، وحطينا نص معلقة ملح هنا كمان. احنا بقى هنضرب بقى الكلام ده في بعضه، خلينا نشوف هنعمل ايه. كده نضرب، نربه كده زي ما المصريين بيقولوا، نضرب البيض كده. هنحط يا جماعة 2 كوباية لبن كده بالشكل ده. يبقى احنا حطينا كده البيض 6 بيضات، 2 كوباية حليب لبن فريش يعني، والكوسة 2 كيلو كوسة. اظبطها بقى، شوف منظر 7 بيضات اه بالصلاه على النبي، هتبقى اكله جميله جدا والناس كلها هتتبسط منها. شويه زيت كده يا جماعه، ولو في سمنه بلدي يبقى افضل. اهو حطينا الزيت اهو في البتاع البرامي الازاز الجميل دوت اهو، بندهنه بقى كده عشان ننزل بقى فيه. هتشوفوا الوقت هنعمل ايه، خليكم معانا. اكله بالهنا والشفا يا جماعه، وزي يا جماعه ما شاء الله سبحان الله. شوفوا بقى ايه، كلها ميه، خلي بالك صحه صحيه. هنبدا بقى نصفي الكوسه دي يا جماعه كده زي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين الحلاوه اهو. نعمل كده، المصفى بقى تنزل الميه اللي فيها. هنحط بقى يا جماعه الكوسه اهو في الصينيه اللي احنا دهناها زيت ديت، نحطها اهو في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. صلي على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجه عظمه، وأكلة دي يا جماعة ما بتتاكلش إلا لازم تغير طعمها، لغير طعمها الناس والأنفار في البيت هيتبسطوا منها جدا.
معلقه زيت كده يا جماعه هنا على الحليب والبيض، دي من احسن انواع الزيت يا جماعه. صليت ده يعني يجيبه عباد شمس يدور عادي وممتاز، ممتاز تشربه وتحطه على الفول كده وتاكله بالفول. يا جماعه بنعملها كده علشان بنعملها كده فتحات كده عشان لما نحط الحليب والبيض ينزل جواها ما يبقاش على الوش بس، ويندمج فيها بقى كده اندماج ايه شديد، يعني ما تكتمهاش وتقعد تستف فيها وكده زي الكيكه، لا تبقى كده اهو عشان تنزل فيها البيض وينزل فيها الحاجات. ننزل اهو، ننزل بالحليب اهو يا جماعه، هننزل بالحليب اهو زي ما انتم شايفين كده. الف صلاه اهو، الف صلاه، الف صلاه عليك يا نبي، صلاه النبي. شوفوا حاجه عظمه والله، اللهم صل على النبي. شايفين؟ لا لا كميه ان شاء الله هتبقى مظبوطه وهتدخل بقى الفرن يا حاجه، مش كده؟ اهو خليكم معانا بقى كده، شفت منظرها بقى عامل ازاي؟ اهو هوريها لكم كده من بعيد ومن قريب اهوت يا جماعه، شكلها جميل ما شاء الله. اهو يا جماعه شوفوا بقى يا جماعه، نزلت السائل نزل تحت اهوت، خلي بالكم دي حاجات مهمه ايه، السائل نزل تحت اهوت، نزل تحت اهوت علشان كله يتشرب البيض والحليب والف هنا وشف. خليكم معانا اهو يا جماعه، حط شويه قشطه اهو، شويه قشطه، شويه قشطه بلدي كده يا جماعه، يعملوا عشان بس يعملوا وش. ممكن جبنه بقى، لو في جبنه برضه، ولو في جبنه موزاريلا ولا كلام من ده تحط برضه هتبقى جميل اهو. شويه زيت كده يا جماعه، صراحه رز مصري مغسول، رز مصري مغسول اهو، طبعا شوية ملح كده يا جماعة، نص معلقة كده عشان ننزل في الملح، دول 2.5 كوباية رز، نقلبهم بقى كده عشان يعني أحس دايما، عشان الأكل حتى لو رز أبيض يا جماعة يطلع كده معاك إيه له طعم يعني. كوباية الرز يا جماعة بتاخد كوباية وربع مية، كوباية وربع مية تقريبا يا جماعة، على طول إحنا بنقلب بقالنا 5 6 دقايق دلوقتي. اللهم صل على النبي. نزل بالمية يلا بقى، نسيبه بقى كده. الرز طبعا في الاول يا جماعه نار عاليه لغايه ما يبدا ينشف، يعني هيبدا الرز ده الميه دي تقل تبدا تغطيه وتوطي النار. حط شويه زيت كده. شوفوا يا جماعه الوقت دول فضلوا معانا من شويه اللبن والبيض اللي كنا حاطينه على الكوس اهو، شويه دول فضلوا، قلنا نخترع بهم اختراع. خليكم معانا اقول لكم ايه، هنحط بطين هنا كده، بطين 2 بيضه يعني عليهم اسود هم حلوين اهم، شوية مستردة، شوية مستردة كمان، شوية مستردة كده حلوين كده، شوية مستردة، شوية ملح، شوية بصل كده، شوية بصل أخضر، حطينا البصل الأخضر ونقلب بقى كده ما شاء الله. بقى شوية زيت كده يا جماعة، للأسف ما عنديش سمنة بلدي وأنا زعلان جدا أهو، بس استمر بقى لما يعمل السمنة هنجيب منه. هنبدأ بقى ننزل بالبيض أهوت، بالصلاة على النبي كده. صل على النبي. انا عامله بقى كده في الطاسه الكبيره علشان يبقى مبقاش تخين، هنسيبه بقى كده مع نفسه ما شاء الله، ما تقلبوش على طول، سيبه كده على طول لما نبقى نقلبه بقى ونشوفه. بعدين لسه هنحط عليه حاجه، هنبدا نحط شويه جبنه كده يا جماعه، شويه جبنه كده، شويه جبنه اي جبنه عندك في البيت، صل على النبي. شويه بصل اخضر كده كمان يا جماعه، ما تبطلوش اكل بصل اخضر يا جماعه ما شاء الله عليه. هسيبه على نار هاديه خالص يا جماعه، انا عايزه يستوي كويس لان فيه حليب طبعا وكلام من ده، وهغطيه، هغطيه بقى ونرجع لكم تاني. اللهم صل على النبي يا جماعه، اللهم صل على النبي. شوفوا القمر دي، شوفوا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم اهو انت تقول وتحكم انت. اللهم صل على سيدك النبي، اللهم صل على النبي. شايفين اهي يا جماعه، وانا هقول لكم خدت قد ايه في النار دلوقتي، 200 خدت 220 دقيقه على 250 اعلى حاجه في الفرن، و10 دقائق على 220، وحسب الفرن بتاعك برضو. الف هنا وشفه، واخده وش جميل. لو في جبن بقى، لو شويه جبن بس بقى ايه، ربنا يفرجها ان شاء الله، لو في شويه جبن يتحطوا على وشها كده كانت قالت وغنت. اللهم صل على النبي يا جماعه على الطبق الجميل ده، خباك ده اختراع عني لما لقيت شويه شوف اللون، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شوف الحلاوه، انا احب اللون ده بقى، انا احب اللون ده يا جماعه، اللهم صل على النبي. شفتوا شفتوا الجمال، نقلناها كمان في الطبق اهي، مش لازقه ولا اي حاجه، اللهم صل على النبي. نعبي بقى الرز بقى يا جماعه، اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه الرز؟ شايفين العريه اللي انا بحبها اهي، حط يا حاجه العريه ده الله يسترك. ايوه 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 زيد، الله اللهم صل على النبي
اهو حاجه جميله قوي يا جماعه والله. الاكل اكل كله حاجات موجوده في البيوت، اي حد عنده الاكل ده ويظبطه ويروقه كده هيطلع مية مية. شوف يا جماعه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الاكل النهارده فظيع، جميل جميل ما شاء الله. الزبادي دي احنا عاملينها طبعا وهتشوفوها الوقت طريقه العمايل، شايفين شايفين الزبادي ديت، وهنا الحاجات الجميله ديت القمر دي، وهنا ما شاء الله اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا جماعه. وهنا رز القعريه الجميل ده اهو، والكوسه القمر القمر القمر، الف هنا وشفا. ان شاء الله هتشوفوا الحاجات ديت في الفيديو، انتوا شفتوها كده دلوقتي. يلا نشوفكم خير، فيديو جديد، شيروا الفيديوهات يا جماعه واعملوا لايك، يعني الشغل ده والتعب ده والله يستاهل. خليكم معانا. انا سكري خبط. اتمنى من الله ان يكون وصلت لكم المعلومات، وشفتوا الزبادي بالتكات بتاعتها، وشفتوا البيض بالكوسه. الكوسه جميله قوي يا جماعه، لازم تعملوها في البيوت، وما هي ملهاش طعم، احنا بنعملها طعم، احنا بنعملها طعم، ممكن تجود كمان تطلع جبن وبتاع. وانا هبدا بسم الله كده اهو، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يعني عندك رز يا جماعه، رز يا جماعه، هنا شايفين حاجه عظيمه، كوسه، اللهم صل على سيدك النبي. شايف؟ طب شوف بقى، شايفني؟ لا انا بحب اعمل اخد من الحرف زي تطلع خطه كده تبقى حلوه. اللهم صل على النبي يا جماعه، صل على النبي كده، صل على النبي كده عشان ربنا يبارك لنا. شوفوا ونشوف ده كمان، شوف ده كمان، دي قمر، دي قمر ديت، دي بصراحه فكر دني. لقيت شويه البيض هيفضلوا في الثلاجه. شوفوا لنا عامل ازاي من تحت. وعارف كمان هجود، هاخد واحده من ديت ادوقها قدامكم، عشان ايه؟ اوعوا تهملوا الزبادي، الزبادي لازم تهملوه اهو. شايف؟ اه. طب ايه رايك بقى؟ حلوه؟ ها؟ شوفوا؟ اه. لا كان زمان بيعملوا. شايفين يا جماعه؟ عامله ازاي؟ اهي. بتتكلم بتتكلم. لا كانوا زمان يعملوا ايه في الزبادي؟ لو انت عندك لبن مثلا رايب راب، كان مجمد كده على النار. اه. ممكن تاكله على الرز. ويبقى اكل. ما هو ما انا باكل اهو. فممكن الزبادي برضه تبدلي القصه اهو يا جماعه على الرز اهو. الصلاه على النبي احسن. لو انت ما عندكش حاجه تاكلها جامد كده يعني. بص ام سعيده بتقول لي انت هتصدم الزبادي في الفيديو. اصدمها ازاي؟ ده هي نجم، نجم النجوم، صلاه على النبي. اهو يا جماعه. حاجه عظيمه قوي 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 قوي. شوفوا شايف الجمال؟ كل واحد يخليه مكانه. حاجة عظمة عظمة. شايف؟ اللهم صل على النبي. كل واحد يخليه مكانه. شايف يا عم؟ شايف؟ اللهم صل على النبي. النبي تاخد دي ام سهيله تخليها حاجه هتجيب الاول. اللهم صل على النبي. حاجه عظمه عظمه يا عم الحاج. من الاول طبق البيض لوحده حكايه حكايه بجد يا جماعه. لا البيض بالبصل حاجه حلوه قوي. اهو حلو قوي. انت ما جربتش الزبادي على الرز؟ جرب. لا جربت يا حبيبتي اهو. بتعمل في اللبن والله جربت اهو. الصلاة على النبي. اهو شوفوا. الزبادي
والكوسه اللي ملهاش طعم بقى لها طعم. يا جماعه الكوسه دي لازم تعمل كده، لازم تقعد تعمل لها شغل كده. شوف عامله ازاي الصينيه، بصوا عامله ازاي هنا، شوف الصينيه. لا بص اهو اهو الكوسه. انا عايز اخد كمان، اخد حق يا عم. بقوم والله بقوم الفيديو جعان يا جماعه، انا بقوم الفيديو جعان اهو، شايفين؟ اه لا طالما كده الخلطه كده تبقى هي ممتازه في المقادير، ممتاز المقادير كده مظبوط مظبوط قوي اهو. شايف؟ شايف عامل حاجه؟ شايف؟ تود تود. بصوا الزبادي الزبادي ممتازه مع الاكله دي كمان قوي قوي قوي. كوسه ممتازه. طبق البيض القمر ده، طبق البيض ده وعليكم فاز ايه؟ شوفوا بقى حاجه اسمعك. شوفوا بقى دي بقى اللي ايه حبيبتي هو هتاكل منه اهو يا باشا. كمان مش عايزه ايه؟ هات لي من طرفه بقى من هنا كده حرف. هي مظبوطه؟ هي مظبوطه صحيح؟ مظبوطه اللي بتاكلها من حرف. مفيش سلام عليكم حتى. خد يا عم الحاج اشوف مصالحك بقى، عطلتني. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا يا جماعه اللي شفتوا يا جماعه النظام؟ حاجه حلوه قوي. قولي يا حبيبتي ابو لا سلطه كمان دي مسكها حاجه جنب الطبق. انا هبدا بقى على فكره انت ممكن كلي حته بقى، كلي زي ما انت عاوز. اه ماشي. المهم بقى ايه، بس انت بتعطلين يا ريه. انا بعمل فيديو عشان اشرح الاكل. ممكن تعملي المحشي بدل ما تحطي حبه شوربه على لبن وتعيدي الكوسه والله العظيم بشوربه ولبن. لا بقول لك انت بص بقى، نخلي المحشي الكوسه حلو بقى لها طعم. حلو يا جماعه، صلى على سيدنا محمد. اما صلى على النبي. بس انا ايه؟ طربوزه ايه؟ كمان ايه؟ واحده من ده يا جماعه. ما تاخذونيش يعني، لان ايه؟ ان حلوه قوي لما تحطها كده على الرز كده. اللي بتعمل كده امي الله يرحمها. اه بتعمل الحركه دي. كانت فنانه والله العظيم. امي دي كانت بتفهم في الاكل. انا شفت الحركه دي كانت بتعملها فعشان كده اتصورت. شايفين؟ فيديو الزبادي تعملوه وتصيغوه يا جماعه. احنا داخلين خلاص روايح رمضان. وتعرفوها كده نادي الزبادي بتاعت رمضان ان شاء الله. خمس دقايق هتلاقيه نور. والله بعودة يا رمضان. 13 يا جماعه والله العظيم انا مستمتع جدا بالاكل. اكل جميل جميل. بصوا مفيش غلطه. أولاً الزبادي ده عاملينها من امبارح وتحطها في الفرن الاربع ساعات زي ما قلت لك. لو انت في الشتاء زوده بيبقى خمس ساعات ست ساعات. اعملها مثلا بالليل الساعه 12 بالليل وصبح للصبح ولا يحصل لها اي حاجه. حطها في الثلاجه يا عم الحاج هتاكل اكل زبادي. علبه الزبادي دي تساوي لها 20 جنيه والله. الصيغ الزبادي اللي احنا مش عارفين هي ايه. ها؟ في الصيف تخاف لا في الصيف لا، احنا قلنا ان احنا في الشتاء بقى. ما انا بقول حسب الجو. البيض ده جميل قوي. البيض اكل جميل. انا مش عايز اطول لان انا حاسس ان انا هطول عليكم لان الفيديو ده طويل. فانتوا تعذروني يا جماعه في الفيديوهات الطويله دي غصب عني. في كذا وصفه اهو عاملين هنا ما شاء الله. رز وكوسه دي ريحتها حكايه وبيض والزبادي واخد بالك وموز وبتاع يعني 15 حاجه في الفيديو. فانتوا تدعوا لنا ان ربنا يوسع علينا وعليكم ويفرج علينا وعليكم ويسترها معاكم. صيروا الفيديو ما تنسوش اللايك، اللايك الجميل. صيروا الفيديو صيروا الفيديو صيروا الفيديو 500 مره. صيروا الفيديو اللايك الجميل. والاهم من كده ومن كده بقى تدعوا لنا ان شاء الله. تدعمونا بالكلام ده
ربنا يفرج عليكم وعلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.